مرحبا، أنا حسام مناصر، رسام وبرينت ميكر من الأردن. أشتغل في مجال صناعة الكتب للأطفال والكوميك والرسم بشكل عام. تجربتي مع السكفكف كانت تجربة مفيدة جدا، لأنها تجربة غنية وتعرفت فيها على فنانين من أماكن مختلفة من المغرب. والمميز بتجربة السكفكف إنها تكون تجربة عمل مكثف بمدة زمنية تقريبا 10 أيام، يعني بيتم فيها تنفيذ العدد كامل. فهذا الشيء يعني مبني على أساس كبير من الالتزام والجدية بالعمل. أنا سي مهدي، 27 عام، ديجيتال ارتست وبيديست. ففي كل نيميرو كنعيطوا على واحد الارتست اللي كنجيبوه من كنكونوا تلاقينا به في بلاد واحده اخرى، ولا كنكونوا شايفين خدمته ومتبعينه من شحال هادي. العدد الاول جبنا واحد من مصر اللي مصيب بزاف المجالات وخدام في الكوميكس لمده طويله، دونك استفدنا منه. كانت البدايه معاه، وفي كل عدد كنجيبوا واحد، واليوم في هذا العدد جبنا واحد من الاردن اللي ديجا فايت خادم في دي بي دي بيرسونيل ديالو، في بزاف ديال لي بروجي بي دي، وعنده واحد لابروش اللي ما شفناهاش الصراحه عند بزاف ديال لي زارتيست.